سبب وتفاصيل وفاة الفنان السعودي المحبوب علي المدفع صاحب طاش مطاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي الفنان علي المدفع، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية خبر وفاة الفنان السعودي المحبوب علي المدفع، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات بالرياض. إنا لله وإنا إليه راجعون. نتمنى له الرحمة والمغفرة والدعاء له من جميع الأحبة. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.